يقول: أفكر في الانتحار من بعض الظروف الاجتماعية وأعلم أن هذا حرام، فبماذا تنصحني؟ أنصحك أن تتقي الله ولا تقدم على قتل نفسك، وعليك الصبر على ما يصيبك من المضايقات. أما إذا قتلت نفسك فأنت في النار، فأنت تفر من نكد الحياة الدنيا إلى نار الآخرة والعياذ بالله. عليك بالصبر والاحتساب، والفرج قريب إن شاء الله، ادعو الله للفرج، والله قريب مجيب. نعم.